انتي يا دايخه يا بنيه وينك فيه؟ يا ربي بس انت خطرف بالمطبخ يا بنت. يس مدام. تعالي تعالي يا ملعون تصير تعالي. اوكي مدام. انا مو قايلت لك اذا بقيت تمسحين مسحي عدل لا تخلين فيه مي؟ زين كذي بقيت اطيح وتكرفس تكسر عظامي؟ وات مدام؟ بحول الله خلصيني عاد روحي. جريده جريده وين؟ وات؟ جريده بيبر وين؟ اوتسايد مدام. وش روحي بيها اشطر اوتسايد اوتسايد. اوكي مدام اي ويل تيك. والله اوتسايد حق القطاوه يقرونها. يلا استغفر الله ربي العظيم. لا جريده بتجيبينها. يلا بسرعه تعالي. شيرمان الجريده. الوي على كيفها على كيفها تمشي كنا بيت ابوها. شوف منو ذبح منو شنو هالاخبار اللي بالجرايد. 120 اطفائيا يسيطرون على شنو بالله يسيطرون على حريق بمجمع والله العظيم. يعني ايش خالتهم يعني اطفائيين ايش يسوون؟ يروحون يسبحون؟ اكيد بيطفون. شنو؟ عشتوا 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 عشتوا. اي والله رجل الاعمال ابراهيم. عشتوا يسوي الخير. صدق ليه قالوا عشنا وشفنا؟ تسوي الخير حق العيال الخير. سوي الخير حق عيالك، اسأل عنهم. والله ما دريت عنهم ولا تدري عنهم من صغرهم ولا تدري ولا جيت ولا شفت. سجل والله العظيم تبي تعالج الناس؟ انت ويك مو حي بالمرض. عالج الناس. فكونا بس فكونا. دام هذا حاطينا بالجريده ما منا ابي اخبار ولا ابي اسمع اخبار. انتي سوي لي شاي. تضحك ومستانس ضحكنا وياك. والله مستانس من هالخبر وصورتي اللي في الجريدة طالعت ومستانست. الله يقدرك على فعل الخير يا جميل انت. إلا منال وينها في؟ يبقى راحت الجامعة. ايه الله يسهل عليها ان شاء الله والتخرج وتساعد ابوها في الشركة. عشان كذي دست إدارة أعمال عشان تدير شركتك وأعمالك. تدري هي بنتك الوحيدة؟ جميلة تدرين ان منال ما هي بنتي الوحيدة. عندي غيرها اخوان كبار عسى الله يحفظهم. لا تنسين هالشيء. انا اسفة مو قصدي ان امحي وجود اخوانها بس هي فعلا بنت واحدة عندك. بس تدرين موضوع عيالي بالنسبة لي موضوع حساس وانا المفروض ما اظن فيك ايضا. انت انسانة طيبة وبنت حلال وعمرك ما غثيتيني بموضوع العيال. صدقني يا ابراهيم انا مو مرتاحه. انت لازم تتواصل مع عيالك وتكسبهم صوبك. انا ودي بس تدرين في امهم انسانه قشره وما لها حدود. بس عيالك ما لهم ذنب. انت اللي اخترت امهم وتزوجتها. بهذه معاك حق مو منهم من امهم. بس شو اسوي؟ كل ما تذكر احس بغصه. انا اقول دق عليهم وشوفهم هني ولا بالشركه. انت كم سنه ما شفتهم؟ ما ادري اظن سنتين من خطبه سلمان حتى عرسه ما حضرته بسبب امه. يوم درت اني حاضر الخطبه عفست الدنيا علينا. الله يهداها. بس عيالك ما لهم ذنب. وانا شو اللي شلع قلبي غير امهم؟ هي اللي خربت حياتي وحياتهم. لكن الحمد لله الله عوضني فيك وبنيتي منال. الله لا يحرمنا منك. ريم ايش فيك كذي قومتيني بسرعه بسرعه ايش صاير؟ نوف انا بديت اكره جو الجامعه كله. ليش حبيبتي ايش صاير؟
تسأليني ايش صاير؟ تعالي تعالي. شوف فيهم شلون يخزوني، احس راح ياكلوني بعيونهم. زلات 20 ايش صاير؟ قولي لي. نوف انا ما احب هالسوالف، ما احب احس ان انا عندي شيء الكل عينه عليه، ولازم ادير بالي عليه عشان ما يروح من ايدي. حبيبتي ريم بقول لك شغله، سمعيني، كافي ان بسام اختارك انت من بد هذول البنات كلهم، هذا اول شيء. ثاني شيء من قد هو بنت تبي نفسك قمر تجنينين. الحين مو وقت امشي عشان يبدأنا نشتري الاغراض. اغراض شنو؟ العزيمه اللي بلشتيني فيها ولا نسيتي؟ والمحاضره. تكفين الدكتور ما يدري وين الله قاطع. طيب شيء لحظه شفيك؟ فضحتينا. ما اقدر اطلع من الجامعه الا لما استاذن من بسام. ها؟ لازم ادق عليه واساله. دقي. ترتاحين اذا دقيتي؟ دقي. هذا خطيبي وهذا طبعا ما يخالف. الو بسام شلونك؟ مشغول؟ بطلع مع نوف، وإذا مو راضي عادي ترى ما له داعي. اوكي شكرا. لا لا ما راح اطول. اوكي مع السلامة. باي. يلا لبس السيد مالك؟ اي حلم استانستي ها؟ اي اعطاني ساعة. يلا يلا طفى دقيقتين. يلا امشي انا وراك. تنينيني. العلامة جايبها مرة. عصام دير بالك حبيبي ها؟ لا توسخ هدومك. الحين جايبت له كيكة كاكاو هالكبرها، ما تبينه يوسخ هدومه؟ شو اسوي يمه؟ يموت على شيء اسمه نوتيلا، اللي تطلب له عن خاطره مو كل يوم ياكلها. اي بدل لا تخافين على هدومه خافي على اسنانه. والله انت الصادقة، شو اسوي يمه؟ هو يبي. يب، وسخ هدومه. واي قوم قوم حبيبي قوم. شوفي شوفي واو ما من هالولد. تعال تعال خليني اوديك الحمام. تعال خالتي شلونك؟ هلا خالتي شلونك؟ انت شو عندكم هني؟ ما عندكم جامعه؟ بلا خالتي عندنا جامعه بس عندنا كم شغله نخلصها ونرد، بس انا قلت حق بسام. اكيد قلتي له ولا طلعتي من غير شوره؟ لا خالتي قلت له لا تخافين ما اطلع من غير ما استاذن منه. اي زين ريم يلا على اذنك خالتي عندنا وايد اشغال. على اذنك خالتي. تبين دش هالمحل؟ لا ما عجبني. نوف؟ ايه تصدقين انا خالتي شككتني شني ما دقيت على بسام واستأذنت منه؟ لا بلا دقيتي عليه، انا متأكده شو قدامي؟ لا ما ادري حسيت اني ما دقيت، خليني ادق عليه مره ثانيه احسن. ريم؟ لا ترى هذه مو سالفه. لا 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 بتجننيني انت، لا صراحه. لا يعني ما يصير، ما يصير كل شوي كذي. وش في ما يرد؟ حبيبي دير بالك مرة ثانية كذي توسخ هدومك. زين؟ ترى ما اشتري لك كيك مرة ثانية. يلا حبيبي. هاي يمه، عسى ما تأخرت عليك. لا ما تأخرتي، بس طافك منو شفت؟ منو؟ الشيفة ما غيرها. أي شيفة من هي؟ اللي أخوك ميت عليها. أبو يا ريم وين هي؟ وين هي؟ من زينها، من زين ما لقاها، ايش تبين فيها؟ خطولي. ليش يمه؟ شو مسوية؟ مو مسوية شيء، بس ما أملحها، ما أبلحها، تفشل. لا لبس مثل لوادم، لا شعر، ما غير هالخاتم من الماس اللي يبرق فيها.
هي ما عاد مو لهالدرجة، حرام عليك، خفي شوي عليها. مو لهالدرجة؟ لأن أنت ما شفت اللي أنا شفته، أنت لو شايفتها كان وقف قلبك وقلت إيش هالهلاقة. يا حسرتي، أنا ولدي الوحيد ياخذ هذه؟ هلا الحب، هلا حبيبي. صدق شفتي امك قالت لك؟ اي زين زين تمام. خلاص عيل انا اخليك ما رفيقك، بس ها مثل ما وصيتك اول ما تخلصين على طول البيت، ماكو مني منك. اوكي يلا باي. يلا باي باي باي. انت من صدق كذي فرحانه وايد ليش شفتي ام بسام؟ ولا كنا نفسها خايسه عليك؟ نوف ليش تقولين كذي؟ حرام سولفت معانا عادي، بس هي كذي يعني وياها ما لها خلق. سولفت معانا كلها كم كلمه؟ سولفت معانا وايد صح؟ المهم ان انا مستانسه اني شفتها وسولفت معاها. لا انت الحب رسمع معيونك. نوف انتي ليش تبي تضيقين خلقي؟ انا؟ اوكي يلا ما عليه، انا بعد ما ادري شنو صايره عصر هالايام. المهم في نفنف عاجبني، ممكن نروح نشوفه؟ تبين الطلب باكر؟ ان شاء الله حبيبتي، ما يصير خاطرك الا طيب. لا يمه، المندوب سيارته خربانه ما يقدر يجي. طرشين أحد؟ إن شاء الله، حاضر. على الساعة 12 طلب الجاهز. إن شاء الله، عليكم بالعافية. مع السلامة. يلا يلا يا روضة، إيش فيك أنت؟ علامت من الصبي الحين مع الحوش. من عند الباب، روحي شوفي من عند الباب. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. وين ماما؟ ماما بيتي. قولي لها ناديه تبيك. من عند الباب. ماما ناديه برا. ناديه؟ تعالي تعالي داخل. ان شاء الله. يلا يلا ورانا طلبيات زايده. يلا ان شاء الله. يلا بسرعه. ان شاء الله. نعم. خالتي ابيك كلمتين بس اقول لك اياهم وانا اللي ماشيه. تعالي تعالي داخل، ما اقدر اجيك. ماني داشه خالتي، تعالي احاكيك هنا. تعالي داخل، ريولي تعورني. خير ايش عندك؟ شوفي خالتي، انا من تركت هالبيت انا وبناتي لا جيت لكم ولا طلبت منكم شيء، بس اللي قاعد يسويه ولدك شيء مو محتمل. ايش في محمود؟ سوى بعد صاير؟ تعرض لي وانا بالشغل، ولما دافع عني واحد من زملائي جزاه الله خير احتر وانقهر وين عشان يحرني، كسر سيارتي وجام سيارتي وفششت وايري. ترضين انت يا خالتي؟ ترضين باللي قاعد يسويه؟ هذه السياره حق شنو يا خالتي؟ مو اودي فيها بناته واجيبهم من المدرسه؟ مو اروح فيها دوامي؟ دوامي يا خالتي اللي كل معاشي انا غلطته على بناته وعلى الايجار، يعني هو لا يرحم ولا يخلي رحمه الله تنزل. يرضيك يا خالتي، ترى انا اقدر اروح اشتكي عليه بالمخبر، واقدر اقول عن السم الهاري اللي قاعد ياخذه، بس انا والله يا خالتي ما جت بعيني الا انت، ما ابي لك البهدله، وادري هو ايش كثر مأذيك، بس هذا الشيء ما ينسكت عنه، ما يصير يسوي فيني كذي، يعني عشان يشوفني بروحي يستغلني كذي، ترى ما يرضي لا الله ولا عباده، كفايه اللي ياني منه، كفايه يا خالتي.
خلاص حبيبتي خلاص، ما يصير خاطرك الا طيب، صدق انه ما يستحي. انا يا انا اللي بكلمه وبقول له يوخر عنك وعن طريقك. ما ابي منه ولا شيء يا خالتي، ابي بس اربي بناتي بهدوء، بناتي محتاجين لي حيل خالتي، وانا محتاجه لكل بيزه عندي، يعني يرضيك اليوم غليت مبلغ وقدره، هذا مو اغلى على بناتي او لا، تدرين اليوم صار بمنه قامت تصيح تقول منو كسر سيارتنا، يرضي الله هذا، الظلم ظلمات يا خالتي والله حرام، حرام يا خالتي. يا ربي الله يستر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايش أقول لك يا يمه؟ أنت بس هدي أعصابك وما توصل يا يمه للشرطة والمخاطر، مهما كان هذا أبو بناتك. عندك يا خالتي عندك. حياك الله يمه، ما تقصرين، سامحيني يمه، والله سامحيني، أنا اللي بكلمك. بس خالتي قولي له إذا ما قدرتي توقفينا عند حده ترى الشرطة تقدر، وقولي له هالحكي. لا بس يا يمه لا، ما توصل لهالمواصيل. زين عندك خالتي. نادية يمه شلون البنات؟ ما يسألون عني؟ ما يبون يشوفوني؟ أنا ابنك خالتي أنا ابنك. كذي يا محمود كذي حرمتني من حبيباتي، حرمتني من كل شيء، والله حرام يا محمود. الله يبعد عنك عيال الحرام يا يمه، ورجعت حق صوابك. انا ما عندي الا هالواحد كذي يا يمه. يلا يمه يلا تعال. عارفه ما انت مسحبتنا واحد واحد من غرفنا عشان شنو؟ شنو هالعشاء هذا اللي مسويته لنا انت؟ انت اصبر اصبر يا البطين، ايش فيك؟ الله يهداك، انطر اخوكم مرتخى ينزلون. زين وينهم؟ يلا يمه صلهم ساعه. قال الحين ينزلون الحين ينزلون. ايه عاد انت كلش ولا بطنك. ويلا داوم مانش على بالكم. ايه تفضلي. هاي يمه وين مرتك؟ لا تقول تبي تطلب اكل دايت عشان تبي تنام خفيفه يعني ما تبي تكثر. اي يمه احسن لها احسن لها يا يمه احسن لها، يبروحها سمنانه هي احسن لها، شكلها صاير كنا كره. والله عاد يمه ولهنا على اكل بيت، نفس قبل كنت توكلينا كل يوم على العشاء بيض، صحن تشبودنا بالبيض، ما تشمعنا البيض. بروتين بروتين يا والله اني قشيم ما تعرف. هلا خالتي. امي نزلتي؟ قلت بتاكلين دايت؟ لا وين الدايت؟ ريحة الطباخ واصل الغرفة فوق عندي. اي زين سويتي؟ هذا اكل البيت يا يمه احسن لك وافضل، لا دهن ولا بهارات زايده، وبعدين الايد تدرين ان الايد نظيفه. يمه درس يعان باكل يلا. اي بطين 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 يلا خلصونا. يلا امشي 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 يلا امشي. تفضل تعال. تفضل تفضل. شكرا. هاد اللي بتاكل اكل دايت؟ اي دايت باكر ابوي والله شو اسوي؟ نيراني معانا نيرانا ها؟ ناقص عبد الرزاق بقاله سبعه، ناقص 284 قصد مدرسه متاخر، 150 دين عبير، 40 تصليح جام السيارة، 15 ونش، 139 193 قسط القرض، 400 أجار، 25 منزل الشهر. المدرسة راح يسوون معرض الأسبوع الجاي، وأنا الصراحة قررت أخذ لي طاولة أنا وخواتي نبيع فيها كب كيك. معرض؟ إي يمه، بوثات نفس اللي سووه العام، ما تذكرين؟ إي بس شن هذا الطاولة يندفع عليها بيزات؟ إي يمه، الطاولة ب 75 دينار، وأي مبلغ راح تحصله المدرسة راح يودونه حق الأعمال الخيرية. إي زين زين. يمه شنو إي زين؟ الحين بتعطيني ولا لا؟
والله يا يما انا هالشهر صار علي مصاريف زياده تدرين عشان السياره وصلحناها اللي بقى يعني مبلغ بسيط يدوب يكفينا نخلص فيه الشهر يما. يما ايش دعوه؟ ترى كلها 75 دينار، بعدين انا ما ابي اتفشل قدام البنات، كل المدرسه راح تاخذ بوثات، انا وخواتي يعني ما ناخذ؟ ليش تبيني اتفشل قدامهم؟ خلاص خلاص يما، انا ادبر لك ولا يهمك. يا ليت استفدت برضه فلوس يا ليت. ترى ازعاج، قص الصوت، ما راح نقدر ننام. انت شكو يا داري؟ طلعي برا، روحي دارك. البنت اختي دي كبيره كذي متكبره علينا، تعطينا خان على الكيف. اقول انت منو تشوفين معي كذي؟ اي انا الكبيره، طلعي برا زبوط النقعه. تو الناس كان نمت بالشارع احسن. يما كم مره قايل لك انا لا تنطرين؟ يا هلا انا شنو؟ تعال اقعد، ابيك بموضوع مهم، تعال. بس بسرعه الله يخليك يما، والله ترى حدي تعبان، بروح احط راسي وانام. اسمعك قولي. ناديت اليوم. شنو ناديه؟ بعد عمري كان قلتي لي من قبل يا ناديه حبيبتي. تعال يات، قالت كلمتين ومشت. بس؟ ايه كلمتين ومشت؟ عيل على شنو خاب عمرك وناطرتني على هالكلمتين اللي قالتهم ومشت؟ ليش بالله؟ عشان اقول لك صدق انك ما تستحي، وطحت من عيني يوم جات ناديه وقالت لي اليوم عن سواتك اللي سويتها. مو عيب عليك تتجرأ وتروح تكسر سياره المره؟ مو عيب عليك؟ انت نسيت ان ناديه ام بناتك والسياره اللي كسرتها توصل بناتك المدرسه؟ مو عيب عليك تسوي كذي؟ مو عيب؟ خلت حمد ربها اني ما كسرت راسي فوق سيارتها بعد، اذا تمت كذي معندتني وما ردت البيت. ترد البيت حق منو؟ حق شنو؟ تشميت ريحتك، ما شفت وجهك من المنظره؟ روح شوف وجهك من المنظره وبتعرف. يما ارجوك ما له داعي هالحكي، المره السنعه ما تهد بيت ريله وتشرد بناتها وتروح تقعد لي بشقه بروحها، وين قاعدين احنا؟ من اللي سويته فيها؟ من الظلم اللي شافته منك؟ لو انك محافظ عليها ومراعي الله فيها كان ما هجت وشردت بروحها العزيزة. لكن الظاهر يا محمود انك ما في فايدة منك، الكلام ضايع معاك. الله يفكك من اللي انت فيه، والله يلطف فيني وفيك ويخلصك من هالسم اللي يسري بجسمك واللي انت مو راضي تتخلص منه. عندك اسطوانة ثانية مشروخة غير هذه يما؟ الله تعرف اسطوانة مشروخة وغيرها، يعني عندك حصيتك تعرف. روحي برا، روح ارقد احسن، روح. اقول لك شيء؟ اسمعني على خير. الله يلطف بحالك بس ويخلصك من هالسم اللي كل يوم تطفحه. هاي يما. للحين نايمة؟ نايمة. يلا قومي، ما راح تروحين الجامعة؟ ايه الحين اقوم. انزين، جبت لك هدية وايد حلوة. قومي قومي.
شوفي 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 الله ما يهبل. ايش رايت فيها؟ فيه ما يهبل بس اول ما شفتها قلت على طول هذه حق ريم حبيبتي. وايد حلو بس شنو مو حلوه؟ ايه ما تشنه لونه فاقع شوي وبس ما يحبني البس الوان كذي. ايه عموما يما بالتشيس الفاتوره اخذيها وبدليها وشوفي شيء هو يحبه. يلا انا بروح اسوي الريوق. شوف كامي زعلت وصدقني ترى زعلتها عشانك. جابت لي قميص لونه أصفر وقلت لها أن اللون فاقع وبسام ما يحب ألبس ألوان كذي لأنها ملفتة للنظر. ترضى يعني أزعل أمي عشانك؟ وشلون أرضيها الحين؟ صباح الخير. هلا صباح النور. شفت سيارتك بالباركينج برا، وينك امس ما داومتي؟ امس حسيت نفسي كذي ماخذه برد الظاهر من التكييف، قلت خليني اريح بالبيت شوي. برد ولا راحت عليك نومه؟ قول الصج. تبي الصج؟ راحت علي نومه. ايه انا والله خفت ان طليقك تعرض لك مره ثانيه، قلت اطمن عليك. لا لا ان شاء الله ما كل العافيه لا تحاتي. يلا على خير. عموما انت تدلي بمكتبي كاهو، اي شيء تبينه قولي لي. طبعا شكرا. يما ايش رايك؟ هل هل تعالي تعالي جولي. شنو هالكشخه؟ ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا الله. يما صراحه قصه وايد عجبني وقلت خلاص ما راح ابدل دم هو ذوق امي حبيبتي. يا حبيبتي ذوقي ولا ذوق بسام؟ يما بسام واغلى منك، وبعدين بسام ما راح يشوفني لانه خلاص تخرج، ولو حتى شافني يما عادي يعني. انا بمشي، تبين شيء؟ يلا حبيبتي روحي حافظك الله يا عمري. الله يحفظك يا ريم يا رب. أنا قايلت لها لا تأخرين، هالموعد قصب لاقيته. أنتِ وينك؟ سامحيني تأخرت عليك وايد أدري والله. إيش حسيت؟ تأخرتي وبطيتي بعد. كله من فواز يمه، دق عليه من الدوام يقول ناسي كرت البنك بالدش داشة اللي كان لابسها. وما لقيتها وعصب عليه. وليش ما قلتي حق الخدامه؟ وانا سالت الخدامه زعل علي وعصب، كان يقول لي انت هاملتني وهامله ملابسي ولا تدرين عن هواداري. ولا يكون ان شاء الله يبيش تغسلين دشاديشه بعد، هذا اللي ناقص. قدامي قدامي قدامي. يلا يلا انا هالموعد ادوره قصب. كلش مو مرتاحة باللبس، مو متعودة على الألوان. حلو اللون ويحب، بعدين هذه الموضة هالأيام. قولي بس مالك مو راضي. يعني هو معلمني شنو يحب وشنو ما يحب، وأنا ما أحب أخون هالثقة. ريم، أمك جابت لك هدية وحبيتي تجاملينها، وين المشكلة بالموضوع؟
بس بقول لك شغله، بسام هذا مالك الحين ما تزوجتش وانتي كذي، لو تتزوجون شو اللي راح يصير؟ بسام بسام. الو؟ هلا حبيبي. هلا حبيبتي، شلونك؟ انا عند الكوفي شوب اللي صوب الجامعه. ايه. ايش رايك تمرين علي؟ ودي اشوفك. ايه. ايه بعد من يوم الخطبه ما شفتك. ايه خلاص انا ناطرك. بعد في موضوع ودي اتكلم فيه. ان شاء الله حبيبي، ما راح اتاخر. يلا باي. شفت كذي وايد متوتره؟ بس امي بيشوفني، شلون اروح له بهاللبس الحين؟ شنو يعني ايش في لبسك؟ سمعني سمعني سمعني، روحي قولي امي شرت لي اياه، واذا هو مو عاجبه يطق راسه بالطوفه. انت تبي تزعلين امك ولا شنو؟ خليك خليك كذي. نوف تكفين، شو الحل؟ يعني اروح البيت ابدل وارجع على كذي وايد راح اتاخر. يعني انت اللي دائما تنقذيني بهالمواقف، علميني شو اسوي؟ فيك شنو فيك خرعتيني مو قدام الناس؟ خلينا نروح الحمام. شنو؟ بدل انا وانت. لا انت كذي انا ترسمي. ريم الله يخليك، عندي امتحان والدكتور مسوي لي لويا، خليني تكفى القى الكتاب تكفى. بس هالمره واوعدك اني انا راح اسمع كلامك بكل شيء تبينه، بس تكفين خلينا نروح الحمام عشان نبدل. ريم اخر مره والله العظيم انطلبت شيء بعد مني، ما تلومين الا نفسك، والحين قدامي يلا قدامي اهو. لا تسوين هالسوالف برستيجي، لا يخرب، لا اطقك الحين. امشي. طعشان شكلي، طعشان شكلي، بهدل. اي وينك كوفي شوب؟ اي كاهو. ايش فيك يعني؟ ايش فيك؟ ايش حالاتك والله؟ والله صدق شوفين، قلتي حق بنات الجامعه ما تلومين الا نفسك. يعني شنو كنت تبيني اسوي؟ ما تعرفين هو عسر وما يحبني البس كذي الوان. انت مسخرت مسخرت مسخرتيني. يعني شنو تبيني اسوي؟ تبين يشوفني بهالالوان وانت تعرفين ما يحبني البس كذي الوان فاخره. وانا شكو انت تبي رايك انت. سكت سكت. قولي لي وين بتروحين الحين؟ ماكو منطرك هني، وانت اخاتي راح ادش راح اقول هذه البوزه بلاستيك. لا لا تكفي تكفي. يلا ما راح اتاخر خلاص. يلا دش. شلونك؟ هلا حبيبتي، شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. شو الدنيا؟ تمام. وشباب الجامعه شلونهم؟ شباب الجامعه شكو، انا مالي شغل بحد، ما حد يكلمني ولا اكلم احد، مثل ما انت مصيني. ابي انت نوف من متى تعرفينها؟ نوف؟ نوف من يوم احنا كنا صغار بالمدرسه مع بعض، والحين بالجامعه مع بعض، كانت 24 ساعه ببيتنا لانهم جيراننا، بس بعدين انتقلوا وراحوا مكان ثاني. يعني انا ساعات احسها مو بس صديقتي، اكثر من اختي. رفيجش ما تعلمت الادب؟ يعني شافتني كذي وما سلمت، وعلى قولتك انت صغار مع بعض وكنها اختك، ما تعرف تسلم على خطيب اختها؟ بعدين الله يهداها، شنو هاللبس اللي لابسته؟ شنو ما تعرف تلبس؟ ما تعرف تنقي؟ ترى يفشل. يعني الحمد لله الحمد لله انت وايد احلى، وايد باللبس احلى، بالشكل احلى. اذا هي ما تعرف تلبس روحي معها السوق، نقي لها، سوي لها اي شيء. اشكالكم كذي مع بعض؟ ترى تفشل هي. انت ترضين تلبسين كذي؟ لا انا ما احب البس كذي الوان. اصلا انا قلت لها بس هي عاندت. المهم شنو الموضوع المهم اللي قلت لك تبيني فيه؟ صباح النور. هلا صباح الخير استاذ فواز. صباح النور. هلا الجماعه وصلوا عشان اجتماع الدوري؟ مو وقت اجتماعات كلش.
عسى ما شر استاذ، فيك شيء؟ لا ما فيني شيء، بس متضايق من بطه كبدي. عندي كرت من كروت البنك ضايع، اقول حق مرتي دوري بدشاديش تقول لي انا ايش دراني وين دشاديشك. هذه ما تدري اي شيء، حتى ولدها قاطتها على الخدامه. يمكن لا هي بشغلها وما تلحق على مسؤوليات البيت؟ اي شغل على يدك، خليني ساكت بس. سوري بالسؤال يعني، بس هي ما تشتغل؟ لا بلا شو ما تشتغل؟ تشتغل. تشتغل مرافق حق امها. 24 ساعة ويمها ظلها. حتى لو بغوا يسافرون تسافر هي وامها وتاخذ ولدها معاها. خليني ساكت، خليها على الله. اسمح لي استاذ فواز، يعني انا بنصحك نصيحة، يعني المفروض تقعد معاها وتقول لها على كل اللي تضايقك. ترى هذه زوجتك ولك حق عليها على فكرة. قعدت معاها وكلمتها، ماكو فايدة. ما علينا، خليها الموضوع الحين. سوقيني غرفة الاجتماعات، بروح ادخل لي زيارة وياها. استاذ ممكن ما تدخن، يعني ما لها داعي، تعب صحتك ترى. اللي على الله اكثر من كذي بعد، يلا سبقيني الحين يا عيال. ان شاء الله. اقول لك وداد. نعم. الا ما قلتي لي مو ناويه تخطبين حق فيصل؟ لا. هو ليش لا؟ الحمد لله الولد مو قاصره شيء، السكن موجود والوظيفه موجوده، ليش مو ناويه تخطبين له؟ والله بصراحة ماني عارفة، كل ما أحاكي وأكلمه بهالموضوع يقعد يلف ويدور بالسالفة، لاني قادر آخذ منه لا حق ولا باطل. ويلي هداك يا وداد، يا معودة دوري إلا على وحدة قبل لا تلف عليه وحدة من بنات إبليس. بسم الله على ولدي الرحمن الرحيم، فالك ما قبلناه. والله فالك ولا وي، بسم الله على ولدي، شو هالحكي؟ لا حد إلا فيصل. بصراحة أنا ما بستحيل عليه. أبي أتريث بزواجه، أنا قيلة بنت الحلال السنعة اللي تمشي مع مخها. ماني يعني ما أدري، ركضة 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 ركضة. ليش تبين أسوي مثل ما سويت حق سلمانو؟ أنا تعليق على وجهه من تزوج ما أشوفه إلا بالسنح سنة. وي الله يهداك يا وداد، ترى سليمان طيب وخلوق، بس أنت اللي حاطة عليه على مرته، يعني ما كأنك أنت بالبداية أصريت إنه ياخذها. غلطة غلطة وغلطناها، يعني الواحد ما يغلط.